السلام عليكم ومرحبا بكم في موقع الجسر التوجيهي. في هذا الفيديو اكسبليكاتيف غنحاول ان شاء الله نشرح لكم كيفيه الاشتراك في الجسر التوجيهي بطريقه صحيحه. الوغ تنزل هنايا من بعد ما تنختار لو باك الملائم بالنسبه ليا تنكليكي على لو بوطون اشترك الان. في هذه الحاله ديالي غنختار لو باك سيونس كوم اكزامبل تنكليكي على اشترك الان. تنجي لهاد لاباج هادي تنزل تحت هنايا تيشرح ليا المزايا تاع كل اشتراك. تنزل تنكليكي هنايا على لو بوتون سانسكريب دي مانتونو. من بعد تنجي لهاد لاباج تنزل تحت شويه تلقى واحد لو فورمولير هنايا. هنايا هاد لو فورمولير خاصني نعمرو باش نكريي واحد لو بروفيل في موقع الجسر التوجيهي. الوغ ليميل خاصو يكون فاليد يكون ايميل خدام. تندخل الايميل ديالي هنايا تندخل واحد الرقم السري اللي نقدر خاصني نعقله عليه اوبليغاتوار. فهاد لاكاز ريبيتي نوت باس نعاود الرقم السري ديالي. هنايا ندخل الاسم الشخصي من بعد ندخل الاسم العائلي. تنكليكي على لو بوتون انسكريبسيون. مزيان دابا كريت لو بروفيل ديالي مع عليا الى نكونسولتي لا بواط دو ريسيبسيون باش ناكتيفي الكونت ديالي. من بعد تنجي لا بواط ايميل ديالي تندخل تنشوف لا بواط دو ريسيبسيون واش وصلني ميساج من الجهاز التوجيهي ولا لا. الا ما لقيتوش هنايا نقدر نشوف هنا في النوتيفيكاسيون سينو تنشوف لو سبام اولا لو كوري انديزيرابل بالنسبه لي زوتر بواط ميل. تنكليكي على الميساج. الميساج تيقول شيغ ريدا ال غزواني فوتر كونت ا ايتي كريي افيك سوكسي. دابا لو بروفيل ديالي ا ايتي كريي افيك سوكسي في الجهاز في موقع الجهاز التوجيهي. الوغ فوسي لي زانفورماسيون دو كونيكسيون ها هو الايميل باش تسجلت وهذا لو مود باس. Alors pour compléter et activer votre compte, veuillez cliquer sur le lien suivant. Allez cliquer ici à l'activation et connexion. Le profil de l'élim crée bien déjà. Alors, il y a un mot qui est important. Il y a un lien qui est important. Je vais cliquer sur ma petite voile. Ma petite la redirection de voile. Tu as dit qu'il y a un copier le lien cool. Tu as contrôle C. وتجي للنافيغاتور تعاود دير كونترول في بي كليكي سور اونتري سامارش. المرحلة اللي تجي من بعد هذه تنجي هنايا لاسباس ابوني وخاصني ندير اون كونيكسيون. خاصني ندخل هنا الايميل باش تسجل و لو مود باس اللي درت اللي عمرت في الفورمولير الاولاني. تنجي هنايا تنكليكي على لو بوتون سو كونيكتي. مزيان الى لاحظتوا دابا هنايا ولا بان عندي واحد لو بوطون دي كونيكسيون واحد لاباج جديده فوتر بروفيل. دابا ما عليا الا نكومبليتي البروفيل ديالي باش نكمل الاشتراك ديالي في الجسر التوجيهي بطريقه صحيحه. الوغ تنزل هنايا لتحت خاصني نعمر هاد لي زانفورماسيون بيرسونيل. ملاحظه مهمه تصويره اوبليغاتوار وهنايا لي كاز اللي فيهم قدامهم هاد النجمه هادي سون اوبليغاتوار رومبلير. لي كاز كاينين دي كاز هنايا ما فيهمش نجمه الى ان تكون المعلومه متوفره تقدروا تعمروها سينو تتخليوها وتتمروا للمرحله المواليه. الوغ هنا الى لاحظتوا تيجيني داك لو نو هنايا لو نو بار ديفو و لو برينو بار ديفو اللي دخلت في الفورمولير الاولاني. سا مارش. هنايا غادي نعاود لو نو ديالي اون عرب هنايا لو برينو ديالي اون عرب. هنايا ندخل سي ان كارت ايدونتيتي ناسيونال. الى عندي بيان سور الى ما عنديش نقدر نخليها خاويه. تنكوشي لو سكس ديالي تندير لا دات دو نيسونس. هنايا لا ليو دو نيسونس هنا المدينه فين تزدت
من بعد تنجي الكونتاكت، هنا تندخل الادريس ديالي. من بعد تندخل الكود بوستال ديال الكارتي اللي تنسكن فيه، و بيان سور هنايا لا فيل اللي تنسكن فيها. تنزل شوية هنايا، هنا تيقول ليا تليفون اس ام اس، هنا تندخل التليفون اللي انا نقدر نستقبل فيه لي اس ام اس اللي غيجوني من جهة التوجيه. هنايا لو تيليفون بيرسونيل ديال الهاتف، رقم الهاتف الشخصي ديالي، والهاتف اللي فيه الواتساب شغال. هنا اي بيان سور هنايا تليفون ديال لي بارون، سواء التليفون ديال الام او الاب. سي بيان، تليفون فيكس الى عندكم في الدار، سينو ماشي مشكل. الايميل سكوندير، بالنسبة لهاد الايميل سكوندير هاد لاكاس هادي، الى ديجا عندكم ان دوزيام ايميل ممكن تحطو هنايا، سينو تقدر دير الايميل ديال لو بير ديالك ولا لا مير. من بعد تجي تلقى هنايا لو ليان فيسبوك، هنا تطلب مني ليان ديال البروفيل ديالي. الوغ تندخل الفيسبوك، تندخل تنكونيكت في البروفيل ديالي، تنكوبي هاد اللين اللي كاين هنا الفوق، كونترول سي، تنجي هنايا تندير كونترول في، سا مارش. الوغ قبل ما ندوز نعمر لي زانفورماسيون سكولير، نحاول ما امكن ندير واحد المراجعة لهاد المعلومات الشخصية اللي دخلت هنايا. من بعد ما تنتيق منهم، تنجي للمرحلة ديال remplissage des informations scolaires. Alors, on a coché deuxième année bac 2018 il a quand même pas le bac. Sinon, il a fait le bac d'accès à Matelem. On a coché l'ancien bac. On a pris l'exemple de deuxième année bac 2018. Et là, on a le bac. Le bac séance normale est coché par défaut. Alors, on a fait le bac séance normale dès le début. Il a quand même fait le bac séance plus. Bac séance plus. Il a fait le bac séance plus. أو لا كنت اختاريتي لو باك ايكونومي تكنيك الى إيه، غتكون هادي بيان سور هي اللي مكوشي. هنايا تطلب مني لو كود مسار، وقال لي هنا واحد لا رمارك فوار اونسيان بولتان دو نوت. بالنسبه للكود مسار او رقم التلميذ او لا رمز المترشح او لا لو كود دو كانديدا، تكون على مكتوب على لي بولتان ديالكم. مثلا الا مشيتي للبولتان ديال الريجيونال، غتلقى واحد لا ليتر او ماجيسكول، هذيك لا ليتر تختلف من جهه لجهه، غتلقى واحد لا ليتر او ماجيسكول تبعها تعود الارقام. هذاك هو لو كود مسار ديالك، و غتكتبو هنايا باغ اكزومبل بالنسبه للناس ديال مراكش، كاينه لا ليتر جي او ماجيسكول تبعها تعود الارقام. تنستي لوبسيون ديالي، لا ريجيون اللي انا تنتمي لها، فيل ديال ليسي، اي بيان سور لو نون ديال ليسي اللي انا تنقرا فيه. هنايا فهاد لاكاز اي اوبليغاتوار كيف ما تشوفوا، حيت قدامها نجمه، خاصني ندخل شحال جبت في شحال جبت في الجهوي، يعني لا نوت اللي انا جبتها في الريجيونال. مثلا باغ اكزومبل 14، هنايا لا نوت دي بروميير سيمستر دوزيام اني باكالوريا سي ديسپونيبل بيان سور. ندخل النقطة ديال الدورة الأولى ديال الباكالوريا، إلا عندي لا ما عنديش تنخليها خاوية. تنجي هنايا خاصني نكوشي هادي جاي لي اي جاكسبت لي كونديسيون جينيرال ديبولمون. يعني بغيتي تشوف وتقرا هاد لي كونديسيون هادو، ما عليك الا تكليكي على لو مود تيليشارجي، تيعطيني واحد لو بي دي اف تقدر تيليشارجي عندك في البي سي او تيمبريمي، سا ديبون دو فوتر شوا. سي بيان، الوغ من بعد ما تندير الغومبليساج لهاد الفورمولير و تنتيقن مزيان بان دخلت كافة المعلومات، و ندخل بيان سور لا فوتو، تنابلوديها هنايا لو سيت تتبان لك هنايا، تجي لتحت وتتكليكي على هاد لو بوطون انريستري كوم سا. كيف ما لاحظتوا معايا هنايا تيضرب شويه، علاش؟ حيت تاتيليشارجا تصويره الموقع،
دونك ما نعاودش نكليكي دو فوا هنايا، نخليه هاكا تو سول تيدوز الفورمولير. ça marche très bien. Alors هنايا تطلع بانه بنت لي لا فوتو هنايا او لو نون كومبلي ديالي. alors هادشي يعني بان البروفيل ديالي اي كومبلي، يعني دابا الا انني نخلص واجب او اداء الاشتراك ديالي باش نكون انخرطت بصفه رسميه ونهائيه في الجلسه التوجيه. بالنسبه لاداء واجب الاشتراك هنايا كاين ثلاثه طرق. الطريقه الاولى الاداء نقدا مباشره بمقر مؤسسه الجلسه التوجيه سواء بمراكش او اكادير، او دفع مبلغ الاشتراك ان فيرسمون بانكير في حساب مؤسسه الجلسه التوجيه في اقرب وكاله ديال لا بانك بوبيلار البنك الشعبي، او لا ان فيرمون بانكير من حساب بنكي الى حساب المؤسسه اي مؤسسه الجلسه التوجيه. من بعد ما غادي تصيفطوا لو روتو دو فيرمون ولا الفيرسمون بانكير لي بيان سور تيحتوي على رقم الاشتراك ديالكم عبر رقم واتساب اللي غيطلع لك هنايا ولا اليمين اللي غيطلع لك في هاد لازون هادي الى مؤسسه الجلسه التوجيه. مؤسسه الجلسه التوجيه بدورها فور التوصل بالطلب ديالكم غتقوم بالمراجعه والتحقق من الطلب ديالكم، وغادي تصيفط لكم واحد الايميل في لو بواط دو ريسبسيون دو فوتر بوت ايميل. الوغ غتدخل هنايا غتلقى واحد الميساج كيقول نوز افون بيان روسي فوتر بيمون بور فوتر ابونمون على الجلسه التوجيه. هنا لا ريفيرونس ديال لوبيراسيون، لا دات دوبيراسيون، لو مونطون لي خلصتو، اي بيان سور لو تيب دابونمون. من بعد هاد المرحلة هادي تقوم مؤسسة الجيست التوجيه بإرسال توصيل الاشتراك عبر البريد، اي بيان سور بطاقة الاشتراك حتى هي غتوصلكم تلتا. مؤسسة الجيست التوجيه تتمنى لكم التوفيق والنجاح.